يفتتح الكنيسة الإسرائيلي دورته الصيفية وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة في المشهد السياسي الإسرائيلي، أزمة أخذة بالتعمق أكثر فأكثر مع غياب أي تقدم في المفاوضات الجارية بين الائتلاف والمعارضة. أما في الميادين فيتوعد المعارضون بتصعيد احتجاجاتهم ضد خطة الانقلاب على جهاز القضاء، أحداثيات لا تشي إلا بمنحى تصاعدي للخلاف والاختلاف أو حتى المواجهة. أنتم مع بانوراما هذا اليوم، وساعة جديدة نستهلها بالعناوين. افتتاح الدورة الصيفية للكنيسة وسط أزمات اقتصادية وسياسية، وليفين يتهم بايدن بالتدخل لصالح الاحتجاجات. وزيرة المواصلات تتخلى عن خطتها لتقليص فجوات البنية التحتية في المجتمع العربي لصالح المستوطنات. ولجنة أهالي الدامون تحيي ليلة العودة إلى الدامون ببرنامج ثقافي تؤكد فيه أن لا عودة عن حق العودة. أهلا بكم من جديد. قتل الطفلان أمير عن عمر عامين وآدم عن عمر نصف عام ووالدتهما براء جابر مصاروي البالغة من العمر 26 عاما في جريمة طعن ارتكبت في مدينة الطيب بمنطقة المثلث. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال زوج الضحية البالغ من العمر 30 عاما للاشتباه في قيامه بقتل زوجته وابنيه الصغيرين. ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 57 قتيلا، علما بأن الفترة المقابلة من العام الماضي شهدت مقتل نحو 25 شخصا. يسود الجامعات الإسرائيلية إضراب عام بادر له المحاضرون احتجاجا على عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع وزارة المالية بشأن اتفاقية الأجور الجماعية الجديدة. ووفق تخطيط الإجراءات الاحتجاجية فإن الإضرابات ستستمر خلال الأسبوع بشكل جزئي في الجامعات طالما أنه لا يتم إحراز تقدم جدي. هذا وقالت منظمة المحاضرين الجامعيين إن سريان اتفاق الأجور الأخير انتهى عام 2019، وأن الأجور تآكلت قيمتها، وأن مطلب المحاضرين ليس علاوة أجور وإنما رفعها بموجب نسبة تآكل قيمتها. في ملفنا الأول، افتتحت الكنيسة اليوم دورتها الصيفية في ظل ترقب غير مسبوق لما سيقوم به الائتلاف الحكومي بشأن التعديلات القضائية فضلا عن التشريعات الجدلية الأخرى. ويأتي ذلك فيما يستمر تصعيد الحراك المعارض لخطة تقويض جهاز القضاء، حيث أعلن منظمو الاحتجاجات عن يوم تشويشات فيما أسموه يوم المساواة الوطني الخميس القادم. تقرير مراسلتنا رمح مفيد. إصلاحات اقتصادية هي أداة حكومة نتنياهو لامتصاص غضب الشارع بعد إعلان منظمي الاحتجاجات عن العودة لأيام التشويش. والإصلاحات كما يقول الخبراء بعيدة المنال ولا تساهم في خفض غلاء المعيشة المتفاقم في إسرائيل، مثل التعليم المجاني للأطفال من جيل صفر وحتى الثلاثة أعوام. يخدم يمسار أوتسار סמוטריץ' ושר החינוך קיש שהוביל את המהלך. אנחנו מודיעים היום על השקת השלב הראשון בתוכנית חינוך חינם בגילאי 0 עד 3, כפי שהתחייבנו שנעשה במערכת הבחירות. זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. وفي خطوة مشابهة لامتصاص غضب الجمهور في إسرائيل، وقع وزير المالية بتسل إل سموتريتش على تجميد رفع أسعار البنزين لهذا الشهر فقط، ولكن مواطني إسرائيل استفاقوا على خبر ارتفاع أسعار الحليب بنسبة 10%، ما يعزز الانتقادات ضد حكومة نتنياهو المنشغلة في أهداف نتنياهو الشخصية وترك المواطن يواجه غلاء المعيشة. أنا برأيي هذا التغيير يعني هام جدا، ولكنه لا يمكن أن يعتبر حل جذري لقضايا ومشاكل الاقتصاد الإسرائيلي في هذه الفترة، خاصة التراجع في جميع المؤشرات مثل الاستثمار الخارجي، وضع الهايتك، إغلاق حوالي 30% من المصالح الصغيرة. هذا لا يعطي الحلول لهذا الأمر، ولكن بسبب الضغط الكبير والثورة القضائية التي
تنتشر في البلاد والاحتجاجات، يأتي رئيس الحكومة في هذه الخطة علّه يكسب بعض الوقت وبعض الردود الفعل الإيجابية. عودة أيام التشويش تربك نتنياهو الذي خضع لهذه الضغوطات في السابق وأجبر على الدخول لمفاوضات مع تجميد التشريعات، وردا على ذلك واستباقا لها بدأ نتنياهو في إخراج مؤيدي التشريعات للتظاهر ضد رموز القضاء في إسرائيل مثل القاضي أهرون باراك، والهدف تصدير صورة للعالم مفادها بأن المؤيدين للإصلاحات أكثر من المعارضين. عن هذا الملف ومجمل التطورات السياسية تنضم إلي بداية السيدة عايدة تومسليمان عضوة الكنيسة عن الجبهة والعربية للتغيير. مساء الخير سيدة عايدة. إذن الكنيسة تعود لعملها وتبقى قضية الانقلاب على جهاز القضاء وكذلك أيضا كل القوانين العنصرية التي يريد الائتلاف تمريرها في المركز، ما المتوقع في هذه الدورة من حيث يعني أجندة التشريعات وكيف تنظرين للفترة القادمة؟ أهلا عفاف بك وجميع المشاهدين والمشاهدات. عمليا صحيح، انطلقت اليوم الدورة الصيفية لهذه الكنيسة وفي مركز أحداثها بشكل مخالف للمتوقع، ليس القوانين أو الانقلاب القضائي الذي أرادوا أن ينفذوه، لأنه الآن أمام نتنياهو مهمة وهي المصادقة على ميزانية الدولة، الأمر الشائك عادة في أي وضع طبيعي الآن أصبح أكثر شائكا من السابق، وعمليا الآن حتى نهاية شهر 5 الشيء الأساسي هو تمرير الميزانية والمصادقة على الميزانية، هذا هو الأمر الأساسي حتى نهاية شهر 5 مع كل ما يرافق ذلك من خلافات ونقاشات داخل أروقة الائتلاف الحكومي على قضايا مثل قضية قانون التشنيد والميزانيات المخصصة حسب الاتفاقيات الائتلافية. بعد ذلك ممكن لهذا الائتلاف الحكومي إذا ما مرر الميزانية وهو كما يبدو ما سيحصل التفرغ والعودة إلى إقرار القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي. هذا يعني بأنه كل تداعيات ما يجري في البلاد سياسيا من قضية الانقلاب على الجهاز القضائي سوف تبقى مستمرة، لذلك من المتوقع أن يتضرر الاقتصاد أكثر من السابق. نتنياهو يحاول تدارك الأمر من خلال بعض يعني الحلول الجزئية وغير المتكاملة وذر الرماد في العيون ليمرر ميزانية من أسوأ الميزانيات التي مرت في هذه البلاد. نعم سيدة عايدة، كنت قد ذكرت قانون التجنيد وهذا محور هام أيضا، يعني أريد أن نقف عنده. تصريحات غانتس التي ساوت بين الحريديم والعرب أيضا بهذا الخصوص من جهة، ومن جهة أخرى أيضا تصريحات يائير لبيد الذي تحدث بها يعني ضمن اقتراحه لقانون التجنيد وأيضا تطرق لجميع المواطنين في الدولة، خطورة هذا الطرح من قبل أقطاب المعارضة سيدة عايدة، ولماذا يعني يتم الدفع بالمجتمع العربي في هذا التوقيت بالتحديد نحو التجنيد باعتقادك؟ يعني أعتقد أن الأمر قد يبدو الآن ظاهر أكثر للعيان ولكن لا شديد في مواقف هذين الشخصين، إذا كان لبيد ولا غانتس ومعسكراتهم. هذه المعسكرات لطالما رأت بأنه مساواتنا مشروطة بقيامنا بتنفيذ إما خدمة في الجيش أو ما يسمونه هم الخدمة الوطنية المدنية لها تسميات مختلفة، بمعنى أنه يشترطون حقوقنا كمواطنين متساويين، الأمر اللي كلنا بنعرف عمليا أنهم يطرحونه بين الفينة والأخرى. الغريب في الأمر أنهم يخرجون للتظاهر في الشوارع وللحديث عن الديمقراطية وللحديث عن العدالة والمساواة في الوقت الذي يريدون حرمان المجتمع العربي
من حقوقه الأساسية في المواطن متساوية دون شرط أو قيد، ويريدون تطويع الجمهور العربي لهوية منبوذة غريبة عنه، يخدم في جيش الاحتلال أو يخدم مؤسسات الدولة ليستعطفها كي يحصل على بعض الفتات. أنا أعتقد بأنه موقفنا واضح كان دائماً بأننا لن نكون جزء من آلة احتلال ولا بأي شكل من الأشكال، لا بأشكال صورها المدنية ولا بأشكال صورها العسكرية. نحن مواطنين أصحاب حق في هذه البلاد، نحن أهل هذه البلاد، حقوقنا غير مشروطة ولا بأي شيء من الأمور التي يذكرها هذين الإنسانين. الحقيقة هذا يكشف مجدداً زيف مواقف ما يسمى المركز أو ما يسمى القوى التي تسمي أنفسها يسار صهيوني، وهي في الحقيقة صهيونية نقطة. صحيح. طب سيدة عايدة، بالحديث أيضا عن المفاوضات، يعني بالإمكان وصفها بأن تراوح مكانها هذه المفاوضات بين يعني الائتلاف والمعارضة في مقر رئيس الدولة، والاحتجاجات بتصاعد أيضا، يوم الخميس سيكون يوم تشويشات، ما القادم وإلى أي حد برأيك يعني الميدان سيحدد ويؤثر على الحالة السياسية أو سيحدد الوجهة السياسية في المرحلة القادمة؟ أعتقد أولاً يعني إنه هذه المفاوضات التي تتم في بيت رئيس الدولة أو تحت رعاية رئيس الدولة، يعني كتب لها منذ البداية كما صرحنا نحن في الجبهة والعربية للتغيير عندما التقينا بالرئيس، كتب لها الفشل منذ البداية لأنه هي لعبة وقت يديرها نتنياهو، يمتص من اعتقد أنه يريد أن يمتص المعارضة ويهدئها، رأى أن هذا فشل، استعمل الوقت المتاح له الآن لتمرير الميزانية وفي الوقت ذاته لحشد قوى اليمين للخروج إلى الشارع كقوة توازي قوة المعارضة للانقلاب الذي يخطط له. أعتقد بأن نتنياهو يعي تماما بأنه يلعب لعبة الوقت وفرض الحقائق على عملية المفاوضات. لو كانت يده سليمة في هذه المفاوضات لكان في البداية، منذ البداية يعني، لم يضع القانون جاهزا للقراءة الثانية والثالثة تماما منذ بداية المفاوضات على طاولة الكنيسة. يعني هو ممكن أن يدعو للتصويت خلال ساعات على القانون، كمن يضع المسدس على طاولة المفاوضات ويقول تعالوا لنتفاوض. في اعتقادي بأن ما سيجري هو أن القانون يقول بأنه إذا لم تمر الميزانية أو لم تصادق على ميزانية الدولة حتى 29/5 تحل الحكومة تلقائياً. نتنياهو الآن عينه على هذا الهدف، عندما ينهيه تثبت حكومته أكثر ويكون قادر أكثر لمعالجة بقية الأمور. ولكن مهم عفاف أن نقول بأنه الانشغال في المعارضة يعني ما تقوم به بالأساس، يعني من يشارك في المفاوضات ليس المعارضة، من يشارك في المفاوضات فقط يش عتيد وحزب غانز. صحيح. بقية الأحزاب ومن ضمنها نحن لسنا جزء من هذه المفاوضات، وحزب العمل انسحب أيضا مؤخرا، العمل انسحب، وحزب إسرائيل بيتينو لم ينضم منذ البداية، فبالتالي عمليا ليس هنالك مفاوضات حقيقية كما لا. أرادها رئيس الدولة. مهم أن ننتبه أن غبار الاحتجاجات وغبار الإعلام حول المفاوضات لا يغيب عن أعيننا خطورة الميزانية التي يريد نتنياهو تمريرها. صحيح. والضربات الاقتصادية التي ستحل بالجمهور. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة، عضوة الكنيسة عن الجبهة والعربية للتغيير السيدة عايدة مسلمان، شكرا جزيلا لك. نبقى في ذات السياق، وينضم إلي الأستاذ محمد دروشي المحلل السياسي والمدير الاستراتيجي لمركز جفعات حبيبة. مساء الخير أستاذ محمد، معك أيضا أبدأ من يعني افتتاح دورة جديدة في الكنيسة، الدورة الصيفية، وسط غليان في الشارع الإسرائيلي وأزمات داخلية في الائتلاف وفي الحكومة الإسرائيلية بشكل عام، كيف ستدار هذه الدولة في ظل كل هذه الأزمات برأيك؟ مساء الخير أخت عفاف. واضح جدا أن ما أراده بنيامين نتنياهو
خلال الشهر الماضي، وهو محاولة تجفيف أو قتل الحماس الموجود في الجمهور الإسرائيلي منذ 17 أسبوع، منذ الرابع من كانون ثاني، عندما قام يريب لافين بطرح اقتراحاته للانقلاب القضائي. أراد بنيامين نتنياهو القضاء على المعارضة والقضاء على المظاهرات، إلا أنه في هذا الشهر تبين له أن هذه المهمة لن تكتمل. استمر الجمهور الإسرائيلي بالتظاهر بقيمة ما يقارب 250 إلى 300 ألف متظاهر كل أسبوع بشكل مثابر. وكما توقعنا وتحدثنا في السابق أخت عفاف من خلال برامجك وبرامج تلفزيون مساواة، أن هذه المفاوضات هي مفاوضات عقيمة، ما تم رعايتها في مكتب رئيس الدولة، في بيت رئيس الدولة، مفاوضات عقيمة ولم تثمر عن أي نتيجة حقيقية. هذا لم يثني الجمهور الإسرائيلي من الاستمرار في التظاهر بشكل مكثف، وأعتقد أنه سيعود إلى التظاهر بعزيمة أكبر، لأننا نرى أن نتيجة فشل المفاوضات حتى الآن في مكتب رئيس الحكومة ستنعكس أيضا على الشارع بانعدام ثقة المعارضة في إسرائيل، ليس بالضرورة المعارضة البرلمانية، وإنما الشارع الإسرائيلي الذي يرفض الانقلاب القضائي يفقد الثقة في إمكانية التوصل إلى حل وسط حقيقي. رأينا أيضا إشارات من رئيس الدولة إلى أنه غير متفائل بشكل حقيقي إلى أنه سيتم التوصل إلى معادلة وسطية تحاول إنقاذ ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية على سابق عهدها، ولكن هناك فعلا تصاعد أيضا في وتيرة الهجوم من أقطاب الحكومة تجاه المعارضين للإنقلاب، وأيضا يوسعون دائرة الهجوم لتشمل كما رأينا يريب لافين، تشمل أيضا الحكومة الأمريكية، وربما ستطول أيضا جهات إضافية مثل الاتحاد الأوروبي وربما الأمم المتحدة والعالم أشمل. نتنياهو محرج جدا أخت عفاف من انعدام إمكانية التوصل لحل وسط. رأينا أن خطابه في الكنيسة كان خطاب معتدل نوعا، ولكن اعتداله هذا كان مفضوح ومكشوف صحيح. على أنه تمثيلية، ورأينا رد فعل جانس كان أنه لا يثق بالمرة بأنه سيتم التوصل، وربما أكثر ما يحرج يعني كل هذه التصريحات من قبل وزراء ائتلافه والهجوم المتتالي على الإدارة الأمريكية وأيضا على الرئيس الأمريكي بايدن. أستاذ محمد، بالحديث عن خطاب نتنياهو، قال اليوم أيضا أنه أو قال يعني بلغة الجمع: نحن عازمون على التوصل لاتفاقات واسعة حول الإصلاحات في جهاز القضاء. وسؤالي: ما مدى واقعية ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار المفاوضات التي تراوح مكانها، انسحاب ممثلي حزب العمل منها، واستمرار الاحتجاجات وغيرها من العوامل أيضا؟ لا أعتقد أنه من المتوقع أن يتوصلوا إلى اتفاق بالأساس حول القضايا الجوهرية. النقطة المركزية هي لجنة اختيار القضاء، هذه نقطة محورية. يعني كما تحدثنا في السابق، لا يوجد نص ديكتاتورية تهيمن فيها السلطة الحاكمة، السلطة التنفيذية وهي الحكومة، تهيمن فيها على جهاز القضاء. هذا سينهي استقلالية القضاء وسينهي استقلالية فصل السلطات أو مبدأ فصل السلطات الذي هو الضمان الأساسي لمفهوم الديمقراطية في أي دولة في العالم. ولذلك أعتقد أن الإمكانية التوصل إلى حل وسطي في هذا الموضوع هي غير قائمة حتى اليوم، ولذلك من المتوقع بعد أن ينهي بنيامين نتنياهو مشروعه في تمرير الميزانية أن يتفرغ لمحاولة تمرير واحد أو اثنان من القوانين المحورية، خاصة قانون تعيين القضاء. هذا التعيين سيثير أزمة دستورية عميقة جدا في إسرائيل. متوقع جدا أن تكون محكمة العدل العليا برفض هذا القانون والطعن ضده على أنه غير دستوري، ولذلك أعتقد أننا نتوجه بشكل ربما متسارع أكثر نحو أزمة دستورية حقيقية. ربما لدينا البرهة الزمنية وهي ما يقارب الشهر حتى يستطيع بنيامين نتنياهو من تمرير الميزانية، وخاصة إعطاء رشوة انتخابية لشركائه في الحكومة، وخاصة الأحزاب الدينية التي تريد أن تنهش من ميزانية الدولة أكبر كم ممكن، وأيضا تمرير التزاماته تجاه سموتريتش وبن غفير، وتخصيص مئات الملايين وربما المليارديرات
التي ستذهب إلى المستوطنات والتي ستذهب أيضا إلى ميليشيا بنغفير، 3000 أو 4000 عنصر الذي يريد بنغفير تجنيدهم كميليشيا خاصة به، تحمي جهاته السياسية والمستوطنين، وربما تكون الميليشيات التي تثير الفوضى في داخل المجتمع الإسرائيلي. أقطاب الحكومة اليوم وشركاء بنيامين نتنياهو اليوم معنيون أكثر في الميزانية، ولكن أقطاب الليكود مثل يريف لافين معنيون بتمرير واحد أو اثنان من القوانين المقترحة، وخاصة لتسجيل الموقف أنهم لم يخسروا ولم يخضعوا أمام المظاهرات المعارضة التي تجري في البلاد. نعم، ونحن سنستمر بمتابعة كل هذه التطورات وبشكل خاص الاحتجاجات في الميادين. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذ محمد دراوشي، المحلل السياسي والمدير الاستراتيجي لمركز جفعات حبيبة، شكرا جزيلا. إلى ملف آخر، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان ابتداء من اليوم بنسبة 9.28% في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية رفعها تدريجيا على 4 دفعات بعد أن كانت نسبة الزيادة المقررة في أيار مايو الجاري 16%، وذلك في ظل غلاء المعيشة الذي تشهده البلاد. ويأتي هذا الارتفاع إضافة لارتفاع أسعار الخضار والفواكه ومنتجات أساسية أخرى. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا قمر مناصر. وسط أزمة ركود اقتصادي عالمي وعدم استقرار يطال الأسواق، وفي ظل أزمة سياسية عارمة تجتاح البلاد، تشهد البلاد موجة غلاء جديدة لم تقتصر على المنتجات الغذائية الأساسية كالحليب ومشتقاته، وإنما أصبحت تطال هذه المرة أسواق الخضار والفواكه. الأمور مش قصة إنه الحليب ارتفع أو الخضروات اللي عمال قاعدة بدها ترتفع، الحليب هاي المرة السادسة اللي بيرتفع. في عنا الكهرباء ارتفعت، الأرنونة ارتفعت، بنك إسرائيل رفع نسبة الفوائد ل 6%، اليوم إبرايم 6%، يعني السوق السوداء اليوم صارت أهون من البنك. أنا برجع الأمور للتخبط السياسي الموجود في هاي الدولة. يعني أنا بقول إنه اللي مسلم زمام الأمور مش مؤهل إنه يكون بوزارة الاقتصاد ولا بأي وزارة اللي بيقدر يدير شؤون دولة. غلى فاحش، أول شيء بغلى على المزارع، المزارع بغلى على التاجر، التاجر بغلى على المواطن. مواطن كثير عايش بصعوبة، يعني المعاش اللي بياخذه ما بكفوش، بخلص الشهر. الحياة صعبة كثير، اللي عنده في عنده عيلة وضعه صعب كثير، كثير صعب. يعني بصدق يوصل لنص الشهر بصعوبة، بصعوبة الوضع عليه صعب، ما بيقدرش، والمعاشات ما بتكفوش، يعني اللي بياخذ معاش ما بيوصلوش لنص الشهر. تعتبر الفاكهة الصيفية هي المحببة إلى المواطنين والأكثر استهلاكاً في فصل الصيف، حيث تشهد الأسواق في أرجاء البلاد في تسويق الفاكهة غلاء أسعار تؤثر على المبيعات وتغير نمط استهلاك المواطن، حيث يعتبر المجتمع العربي في البلاد هو أكثر المتضررين من موجة الغلاء الجديدة. الغلاء في قطاع الحليب، الغلاء في قطاع الخضروات والمنتجات الأساسية بكل تأكيد يعني ستلقي بظلالها على أصحاب البيوت متعددة الأفراد. الموضوع من ناحية اقتصادية يؤثر على حركة التجارة في السوق، الناس طبعا مع غلاء الأسعار راح تضطر إنها في كثير محلات إنها تستغني عن منتجات معينة من أجل يعني إدارة اقتصادية سليمة للميزانية العائلية. يعني راح تشوف البيوت المستورة بالذات، البيوت المتعففة هي أكبر ضحايا هي الموجة من غلاء الأسعار. غلاء الأسعار يضر الزبون والتاجر على حد سواء، إذ أنه عندما تكون الأسعار مرتفعة يقلل الزبون من الاستهلاك، وبهذا تبقى المنتجات متراكمة في المحال التجارية وقسم كبير منها سيتلف، وبهذا يعود الضرر على التاجر كما المواطنين في أزمة الغلاء المستمرة في التفاقم. عن هذا الملف ينضم إلي المستشار التجاري رسلان غنيم. مساء الخير
رسلان، معك أبدأ بعدم الاستقرار السياسي في الدولة، عدم الاستقرار الحكومي وتأثيره عمليا على رفع الأسعار، أسعار المنتجات الأساسية لكل فرد في البلاد، وكذلك أيضا على يعني القطاع الصناعي على وجه الخصوص، أيضا القطاع الخاص. طبعا عفاف، كل اللي قاعد بيصير بالسنة الأخيرة بكل ارتفاع الأسعار وكل المفاوضات اللي قاعدة بتصير بين القطاع الخاص، القطاع الصناعي، قطاع الحليب والخبز وكل هالمشتقات المواد الأساسية، كله قاعد بينتج من عدم استقرار السياسي اللي قاعد بيصير في الدولة. الكل بده يستغل الموجة هاي، والشاطر اللي بده يأخذ قديش بيقدر ميزانيات على أساس يقدر يربح لجيبته. مثلا نأخذ سعر الخضار، أوكي؟ سعر الخضار لما بيجي جهة سياسية أو مؤسسة للدولة مثل وزارة الاقتصاد، تيجي بتكون مسؤولة عن قطاع الزراعة، فبتيجي بتفوض معه على أساس تزيد له الفوائد اللي له، بالمقابل المستهلك النهائي اللي بيشتري خضرة من المحل هو اللي متضرر، هو اللي بالآخر بيدفع الثمن. طب إلى أين تتجه الأمور؟ يعني إذا كنا نتحدث عن الوقود، إذا كنا نتحدث عن أسعار منتجات الحليب، المنتجات الألبان، الخضار والفاكهة، وهذا الموضوع يؤثر، يعني مجددا نشدد أنه يلقي بظلاله ويؤثر اقتصاديا على الجميع، إلى أين تتجه الأمور وكيف باعتقادك ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟ ما في خطة حكومية الجذرية اللي تقدر لما طولت المدى اللي تقدر تيجي تحل هاي المشكلة. راح يكون في عندنا ارتفاع للأسف الشديد، أنا بقولها على الأقل هاي للسنة الحالية احنا موجودين فيها هاي، إذا ما صار في تغيير بالحكومة أو صار تغيير بالسياسة معينة أو بالعالم صار في انخفاض معين، لأنه ما ننسى إحنا برضو متأثرين من الأشياء اللي بتصير حوالينا. فسعر الدولار قاعد بيطلع، سعر اليورو قاعد بيطلع، كل الصناعات قاعد تستهلك أزيد بنزين وقاعد بيرتفع الوقود، فكل هاي بتجر. وما ننسى إن إحنا طالعين من كورونا، أوكي، هاي يمكن إحنا نسيناها، لكن إنه هاي اللي قاعدين بنشوفه اليوم إحنا بسنتين الكورونا اللي كانوا عندنا، هاي نتائجه. وكأنه ما زال تأثير هذه الأزمة، أزمة الكورونا وكل ما يعني فعلته وسببته من ضرر اقتصادي نشهد حتى يومنا هذا. طب رسلان، هل من الممكن أن نشهد حراك معين، خطوات معينة من يعني أصحاب مصالح، من الأشخاص يعني أو أرباب المصالح في قطاع الصناعة والتجارة على سبيل المثال؟ طبعا هذا الشيء موجود اليوم، نشوفه بالكنيسة، بيكون فيه لوبيستيم أو بيكونوا في مندوبين لهاي القطاعات موجودين بالكنيسة، وبيحاولوا يمرروا قوانين، بيحاولوا يعملوا تغيير في السياسة هاي على أساس يقدروا يربحوا أكثر. اللي بدي أقوله إنه كل ما صار في عنا احتكاك بين مطالب السوق وبين الحكومة، راح يكون في عنا هنا مجال مفتوح أكبر للمفاوضات. يعني كل ما كان في عنا مجال مفتوح وشايفين ضعف الحكومة، إنه أنا كقطاع الحليب مثلا، المحالب بإسرائيل اليوم في اتحاد المحالب في إسرائيل كان بشكل ضغط على وزارة الاقتصاد على بنك إسرائيل على أساس يزيد لهم الفوائد اللي هم بياخدوها، وهذا الشيء يترجم لأنه اليوم ارتفع حوالي 9% أسعار الحليب. صحيح. أو راح يكون في الأيام القريبة. صحيح، ومن المتوقع أيضا أن تكون هنالك دفعات إضافية من هذا الارتفاع في أسعار هذه المنتوجات. طيب بسؤال أخير رسلان، يعني في ظل كل هذا الغلاء، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والفوائد البنكية وكل هذه الأمور، يعني هل من نصائح يمكن تقديمها اليوم للمستهلك أو لأصحاب المصالح؟ يعني بات صاحب المصلحة أيضا يعني لا يعرف كيف يتدارك كل هذه المصروفات في ظل الغلاء، وإذا تحدثنا عن الوقود هذا لا يؤثر فقط يعني على تعبئة المركبات بالوقود وهذه الأسعار، بل على جميع القطاعات. أي نصائح يمكن تقديمها؟ أهم شيء نكون حذرين بهاي المرحلة من كل استثمار احنا بدنا نعمله، بالذات كأصحاب مصالح تجارية. كل موضوع انه انا اشتري بضاعة بكميات كبيرة وعبي عندي المخزون قديش بقدر، هذا الشيء ما نحاول نتجنبه، نكون حذرين بشرائنا. كمان نفس الشيء المستهلك الخاص العادي، كل فرد منا لازم يتعامل مع هاي المرحلة بعدم الاستقرار الموجود الاقتصادي والسياسي، نتعامل معها بحذر، نكون حذرين باتخاذ قراراتنا الاقتصادية على سبيل البيت، على سبيل البزنس، وكل واحد يحاول يلاقي حاله للمرحلة هاي. أعتقد أنه خلال السنة إن شاء الله نحاول نشوف
مراحل تتراجع كل هاي سنة أو سنتين تتراجع كل هاي الأسعار اللي قاعدين بنشوفها، ونحاول نرجع لأسعار 2017-2018 لما كان كل شيء رخيص. وعلى ما يبدو سيرافقنا يعني هذا الملف الاقتصادي بشكل دائم في الفترة المقبلة نظرا لكل هذه الظروف والأزمة الاقتصادية. جزيل الشكر لك الأستاذ رسلان غنايم المستشار التجاري، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الثاني لهذا اليوم، حيث أصدرت وزيرة المواصلات والسلامة ميري ريغيف قرارا يقضي بتقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لصالح طرق المستوطنات، ما يعني استمرار معاناة السكان العرب من البنى التحتية الرديئة ونقص فرص العمل والتعليم ونقص نمو المصالح التجارية الصغيرة في المدن والبلدات العربية. تقرير مراسلنا خليل أديب. رغم الاستياء من حال البنية التحتية في البلدات العربية، إلا أن قراراً جديداً تصدره وزيرة المواصلات والسلامة ميري ريغيف بتقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لصالح طرق للمستوطنات. من جهتها أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية أن هذا القرار سيعمل على استمرار معاناة المجتمع العربي من البنية الرديئة. الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي عملياً بالنسبة إلى المجتمع العربي وكأنه مش موجود وغير موجود، وتقليص الميزانيات بده يجي على حساب هذا المجتمع. فإحنا رايحين كرؤساء سلطات محلية بنطالب ونحتج إنه مش رايحين نوافق، ودخلنا كمان الحكم المحلي بإدارة حايم بيبس على هذا الأمر اللي نضغط إنه مش رايحين نسمح في هاي الميزانيات اللي تروح للمستوطنات. في ذات السياق أكد مختصون أن قضية البنية التحتية تتشابك أيضا مع قضايا استهلاكية، حيث تؤثر بشكل مباشر على ظروف المعيشة للمجتمع العربي. تخطيط البلدات العربية بحيث تطورت دون تخطيط مناسب، وداخل بلداتنا في عنا فروقات بين المناطق القديمة بنواوات البلدات لبين المناطق الجديدة اللي بديت نسبيا تتطور على بنى تحتية اللي مش كفاية ولكن في عجز. ولما بنطلع على البيئة بعملية الشوارع وعملية تصريف مياه الأمطار، لما نطلع على المجاري، نطلع بعدها مع مزيد الأسف لا تليق بمجتمع اللي بتطور على المستوى الفردي أو على المستوى الجمعي من شو الطبقة الوسطى في داخله. ويرى مختصون أيضا أن فجوات البنية التحتية تعمق فجوات أخرى في المجتمع، كفجوات النظام التعليمي وفرص العمل وفجوات البناء والسكن، ما يعزز لربما بشكل غير مباشر ظواهر العنف والجريمة. وعن هذا الملف ينضم إلي أمير بشارات المستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. مساء الخير أمير. قبل ما يقارب الثلاثة أعوام أطلقت ريغيف برنامج عمل وخطة خاصة في بلدات المجتمع العربي، ما الذي حدث بعد ذلك وصولا إلى يومنا هذا وإلى هذا القرار؟ نعم، في سنة 2020 في أول مرحلة كانت فيها الوزيرة ريغيف كوزيرة المواصلات والأمان على الطرق، أقرت خطة شمولية تشمل 133 بلدة عربية، أيضا البلدات العربية في داخل المجالس الإقليمية اليهودية والبلدات الدرزية والبلدات العربية، لمسح شامل لجميع مخططات المواصلات والبنية التحتية في هذه البلدات العربية، وطبعا رصد ميزانية ملائمة بقيمة حوالي 20 مليار شيكل لعشر سنوات. ولكن مع الوقت تغيرت الوزيرة ريغيف وأجت الوزيرة ميخائيلي، وكان القرار حكومي 550، فلم يستطيعوا في فترة شهر 10/2021 عند إقرار 550 ما كانت الخطة جاهزة، فلم يتم رصد الميزانية الكاملة لهذه الخطة، وقالوا إنه بعد المسح الشامل بشهر 9 السنة السابقة سنة 22 راح يكون في رصد هاي الميزانية. طبعا سقطت الحكومة، كان في انتخابات وكانت حكومة جديدة. لما أجت ريغيف بالحكومة الجديدة توقعنا أنها يعني بتستثمر في هاي الخطة اللي هي بادرت لها في أول مرة، ولكنها للأسف قامت برصد فقط 500 مليون شيكل سنويا لهاي الخطة بدال 2 مليار شيكل، أي بمعنى أن تقليص الفجوات سيكون لأربعين سنة، وهذا أي مختص اقتصادي أو حتى تغيير سياسات يقول لك إن 40 سنة تقليص فجوات هو فعليا يعمق الفجوات الموجودة بين المجتمعين، فهي يعني استغنت عن هاي الخطة. رأينا إنها افتخرت بال 50 مليار شيكل لوزارة المواصلات لسنوات 23-24، الأغلبية منها ك
كمخططات كبيرة، كمشاريع كبيرة كانت في المستوطنات لتوصيل المستوطنات إلى المركز وإلى القدس وإلى الأماكن اليهودية. هذا يدل على طبعا أولويات تختلف لهذه الحكومة عن الحكومات السابقة. صحيح. طب أمير، إذا ما تحدثنا بشكل خاص عن يعني موضوع تقليص الفجوات في البنى التحتية في البلدات العربية في المجتمع العربي، بدون أدنى شك هو مطلب هام جدا وملح. كيف يمكن الآن يعني استيعاب هذا القرار الذي يعيق عملية سد الفجوات بل يعني يعمقها أكثر كما سمعنا منك؟ يعني كان التوقع في 2 مليار شيكل سنويا أن يكون حوالي 50-60 مشروع سنويا، وتخطيط 50 مشروع أيضا للسنوات القادمة. إحنا اللي راح نشوفه الآن هو حوالي 15 مشروع سنويا ل 133 بلد. ممكن كمان من بين ال 133 بلد يكون في أولويات مختلفة للوزير راجف اللي بحسبها أو معايير اللي هي تناسبها كمان لمكاسب سياسية. فرح يكون هذا الإشي أنه في مشروع واحد بوادي عارة، ممكن يكون واحد بالجليل وواحد في النقب، هذا لا يفي بالهدف اللي كان مطروح. كان الهدف أن يكون في حوالي 8 مشاريع في البلدات الكبيرة مثل الرهط، الناصر، الطيبة، الطيرة، سخنين، عرابي وغيرها من البلدات، 5 أو أقل في البلدات الأصغر، ربط الحارات الجديدة، ترميم الشوارع المركزية في البلدات، الشوارع التجارية الموجودة في البلدات، ربط طبعا الحارات القديمة والبنية التحتية السيئة الموجودة فيها، إتاحة أكثر مواصلات عامة في هذه البلاد، إتاحة أكثر منظر عام كمان والمحلات التجارية اللي يكون أكثر كمان يفتح النفس، يعني لأنه تيجي أكثر تتشرف في هذه الأماكن. وكل هذا لن يكون متاح مع هذه الميزانيات التي يعني تبقت أو الميزانيات الضئيلة. طيب يعني أمير، بسؤال أخير، دور اللجنة القطرية، دور السلطات المحلية العربية الآن، وما الذي بالإمكان القيام به عمليا؟ إحنا منتابع هذا الموضوع بشكل يومي. يعني إحنا بنعرف أنه في جلسة راح تكون بين تيفايلون اللي هي الشركة اللي أخذت على عاتقها هذا المشروع كليات أو توكلت من قبل الحكومة في هذا المشروع مع وزارة المواصلات. إحنا وراها مباشرة راح تكون في جلسة الحكم المحلي واللجنة القطرية مع الوزارة ونتيفايلون وأيضا مع وزارة المالية. إذا ما كان في حل لرصد أكثر ميزانيات في قانون ميزانية الدولة القادم، رح نتوجه أيضا جماهيريا وكمان قضائيا وكمان في أي خطوة متاحة لنا قانونيا لمحاولة التأثير على هذا القرار ورصد الميزانية الملائمة للبلدات العربية. ونحن سنتابع معكم كل جديد. جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات والمداخلة. شكرا جزيلا أمير بشارات، المستشار الاقتصادي للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. من هنا إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم. شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في المهرجان التقليدي الذي تنظمه لجنة أهالي قرية الدامون المهجرة بمشاركة واسعة من أهالي القرية، وشمل البرنامج أمسية وطنية فنية ومهرجانا خطابيا وفعاليات للتذكير بالنكبة والتأكيد على حق العودة تحت عنوان ليلة العودة إلى الدامون، أهالي القرية يتمسكون بحق عودتهم. مراسلتنا بيان حجرات تواجدت في هذا الحدث وعادت إلينا بالتقرير التالي. عاد مهجرو الدامون إلى أرضهم محملين بالذكريات وبحلم العودة. عادوا كبارا وصغارا من مختلف مناطق سكناهم، عادوا إلى قريتهم المهجرة والتي هجروا منها عام النكبة، ولم يبقى منها إلا عينها ومقابرها، شاهدين على الحياة التي كانت عامرة بأهلها قبل النكبة. إن شاء الله كل سنة أنا موجود هنا بهاي الليلة إن شاء الله، وإن شاء الله رح ترجع الدمون وأرض فلسطين لإلنا. والله كلها حلوة يا خالتي، شو بدي أحكي لك، بوصف الكيش يعني. كانت ماله حمل لك حالها الدمون، كانت كل البلاد تيجي بالدمون تشتغل تتاخذ من خيرها من رزقها من مالها. خير كثير وقمح كثير وسمسم كثير، بقينا نزرع مقافي ومن جميعه ما نخليش إشي. يعمل أبناء الدامون على إحياء حلم العودة إلى قريتهم المهجرة في كل عام من خلال أمسية ليلة العودة إلى الدامون، والتي تخللت برنامجا فنيا غنائيا ومعرضا للوحات الفنية
وحواريات مع من عايشوا النكبة وجراحها، وتحدثوا عن قريتهم والحنين الذي لا يسقط للقرية وأهلها المشتتين في المهجر. حتى لو إشي مش إشي جسماني روحاني، إنه يعرفوا إنه كنا هون، الأهل اللي برا يشوفوا الدامون، مجرد إنه نصور العين وإحنا على أرض الدامون نتواصل معهم، إشي كثير يعني بحيي فيهن إشي إنه كان في شغلة صارت وإن شاء الله رح نرجع عليها. فهو ذاكري وإشي روحاني أكثر ما إنه جسماني. هدف الأمسية إن نحافظ على الصلة مع الأرض، نذوت القيم، القيم الوطنية بأبنائنا ببناتنا، نشرح لهم عن الدامون، شو كانت الدامون. تقع قرية الدامون شرقي مدينة عكا، اشتهرت بينابيع المياه وبالزراعة. هجر أهلها منها في تموز من عام النكبة، فلجأ أهلها للمناطق المجاورة ككابول وتمرة، كما وهدم جامعها وكنيستها ومدارسها. لكن ذلك لم يهدم حلم العودة الذي تتوارثه الأجيال الناشئة الذين حضروا في هذا العام مؤكدين أن لنا عودة. وعن هذا الملف ينضم إلي عضو لجنة أهالي الدامون الأستاذ نضال عثمان. مساء الخير. مساء الخير. يعني دائما نتأثر عندما نتابع مثل هذه المشاهد. بداية، ما الذي اختلف هذا العام في هذا الحدث اللي بتهتموا سنويا على إقامته بهذا الشكل، وربما أيضا يعني تتسع الرقعة وتضاف الكثير من الفعاليات، ما المختلف هذا العام؟ يعني عندما نتحدث عن الاختلاف كذلك في التحضيرات، يعني رقعة الشراكة والمشاركة في التحضيرات تتوسع من عام لعام، نشهد التفاف أكثر حول الحلم. دعينا نقول يعني إحنا عندما نتحدث عن أرض الدامون، أهل الدامون كما جاء في التقرير كذلك، يعني الدامون أهلها مشردين ما بين كمهجري داخل ومهجرين في لبنان في سوريا. هون يعني القصة إنه كيف إحنا نرجع، الناس تلتف حول الحلم، دعينا نقول حول الناس، تنظيم الناس أكثر، تجنيدها أكثر. هاي السنة كان بارز أيضا مشاركة من خارج الدامون، يعني من قرى مهجرة أخرى أو من قرى ومدن في المنطقة اللي أتوا ويعون أهمية الحدث تنظيمه على أرض قرية مهجرة بشكل دائم. نحن نمارس العودة، هذا ما نقوله، أنه هاي ممارسة العودة بشكل يعني من خلال هذا البرنامج، ولكن نحن نمارس العودة لأرض الدامون بشكل يومي، نربط أهل الدامون، أطفالها، شبابها، صباياها في البلد، ارتباطهم فيما بينهم، بين الناس فيما بينها، كذلك ارتباطها في الأرض، في البلد، في عين الدامون، في مقبرة الدامون. صحيح. في أحداثها، في رواياتها، وكل هذه الأمور الهامة والمؤثرة أيضا، ارتدادات وتأثير يعني إحياء هذا اليوم على مهجري القرية أستاذ نضال، أهلها الكبار والصغار، وكذلك أيضا هذه الشريحة التي ذكرتها، يعني أولئك المتواجدين خارج فلسطين أيضا. صحيح. يعني أتاحت وسائل الإعلام المجتمعي في السنوات الأخيرة لربما تواصل أكثر مع أهلنا، يعني بدأ التواصل مع أهلنا بعد اجتياح لبنان وبيروت، الاحتلال الإسرائيلي لبيروت، وعندها سمح لبعض اللاجئين الفلسطينيين في الدخول لزيارات، وانقطع فيما بعد هذا التواصل بشكل تام لأنه كان التواصل صعب، الاتصالات صعبة، ولكن وسائل الإعلام المجتمعي، كان الواتساب، الفيسبوك، الانستغرام، كل هذه الوسائل أتاحت إمكانية التعرف. يعني أنا اليوم أعرف أقاربي القراب جدا اللي هني موجودين في لبنان، في سوريا، في محلات مختلفة، في أوروبا، في أمريكا، اللي يعني اضطروا أنه كمان يلجأوا مرة أخرى من الوطن الثاني، دعينا نقول لبنان أو سوريا، إلى وطن آخر أو إلى بلاد أخرى. الآن هذا التواصل معهم يعني يزيدهم أيضا ارتباط في القضية، ارتباط في الوطن، ارتباط في البلد. وكذلك يعني هناك، أذكر تلفزيون فلسطين قبل عدة سنوات أجرى، يعني نظمنا مع تلفزيون فلسطين، القناة الفضائية أعتقد، ما تواصل مباشر بنفس الوقت، يعني تواجدوا في نهر البارد في الجهة الثانية في لبنان، التلفزيون الفلسطيني تواجدوا في أرض الدامون، والتقى إخوة وأخوات مع بعض لأول مرة، يلتقون من خلال شاشة التلفزيون، يتعرفون على بعض ويروا يشاهدوا الواحد الآخر من خلال البث المشترك
من صيدا أعتقد أو نهر البارد وأرض الدامون. هذا اللقاء يعني بكل ما فيه من مشاعر يعني اللي ما بتقدر تمسكي حالك فيها، ولكن فيه كثير من الرسائل القوية أنه يجب أن يستمر الحلم، دعينا نقول يعني تحقيق الأمور ويبدأ في أن نحلم بها، أن نقول هذا هو حلم نريد أن نحققه، حتى لو يعني كثار ممكن تواجه ناس يقولوا لك يعني أنت بتفكر رح ترجع على الدامون؟ أنا بفكر عن جد. يعني لنربط هذا السؤال وهذه النقطة مع الحالة السياسية العامة السائدة في ظل سياسات حكومة أقصى اليمين، هذه الحكومة الاستيطانية نضال التي يعني متواجدة في سدة الحكم، وكل ما نعيشه من يعني محاولات إنكار النكبة الفلسطينية أو حتى الوجود الفلسطيني، هل هذا الواقع يبعد أكثر حلم العودة إلى الدامون أم على العكس يعني يجعل المهجرين يتشبثون بهذا الحلم وهذه الرؤية؟ أعتقد أنه كلما مارسوا ضدنا سياساتهم العنصرية الفاشية كلما تمسك شعبنا أبناء شعبنا في حقوقه أكثر. يعني خلينا نرجع كم من سنة لورا، لما كانوا يمنعونا نحيي النكبة ومنعوا السلطات المحلية أنه تشارك في إحياء ذكرى النكبة صار في إحياء للنكبة أكثر. لما جربوا يمنعوا العلم الفلسطيني في رفع للعلم الفلسطيني أكثر. هم بغبائهم يعني دعينا نقول بسياساتهم الغبية بالعكس يقربون ويؤدون بأن نتشبث أكثر في مطالبنا، أن بالعكس أن نوسع رقعة المعرفة. يعني هم يساهمون من حيث لا يدرون بأن يصل الرسائل تبعتنا، رسائلنا للتثبت والتشبث في حقوقنا المشروعة بالعودة إلى قرانا التي هجرت، بحقوقنا حتى على المستوى المدني على مستوى الممارسات السياسية. هذه السياسات الغبية برأيي هي تؤدي بالنهاية إلى تشبثنا أكثر وقربنا أكثر لتحقيق الحلم وتحقيق وإحقاق الحقوق. أعتقد أنه يعني نموذج، إذا نتحدث إحنا عن نموذج العودة إلى الدامون، هناك نماذج مختلفة للعودة، قرانا المهجرة في وبلداتنا المهجرة في أماكن مختلفة ظروفها تختلف. صحيح. الواحد عن الآخر. يعني أذكر قبل عدة سنوات جلسنا مجموعة من المهجرين وغير المهجرين للتفكير في نماذج العودة. الآن يبتدئ تنفيذ وتحقيق الأحلام دعينا نقول بالتنظيم، التنظم على شعبنا أن يتنظم أكثر، أهل البلدات المهجرة أن يتنظموا. التنظيم يبدأ بأن يكون هناك شخص يقود هذا التنظيم أو يحلم مع مجموعة بأنه الإشي ممكن. صحيح. العودة ممكنة وما بقي علينا إلا أن نبدأ، بخطوات عملية. أهل الدامون يعودون تقريبا كل يوم إلى الدامون، وهذا شيء جميل، وكل هذا التنظيم أيضا يعني انعكس من خلال المشاهد التي تابعناها في تقرير الزميلة بيان حجرات. جزيل الشكر لك الأستاذ نضال عثمان عضو لجنة أهالي الدامون. شكرا لك. شكرا جزيلا لك على حضورك. إلى موضوع آخر وأخير، أعلنت حركة الإصلاح والتغيير عن انطلاق حملتها الانتخابية بمدينة رهط في النقب في اجتماع حاشد حضره عشرات المندوبين، وذلك تمهيدا انتخابات السلطات المحلية التي ستقام في شهر تشرين أول أكتوبر المقبل. تقرير مراسلنا من النقب الزميل ياسر العقبي. هذا ما سيكون مستقبلا، لأنه هذا هو قبل 5 أشهر من الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، أعلنت حركة الإصلاح والتغيير عن انطلاق حملتها الانتخابية بمدينة رهط في اجتماع حاشد حضره عشرات المندوبين. بدون أدنى شك يعني أي مراقب سياسي ينظر للسياسة الرهطوية اليوم والسلوك السياسي لبلدية رهط يدرك تماما أنه عمليا البلد مش بخير، وبالتالي البلد في أزمة، في أزمة سياسية وفي أزمة اجتماعية تحتاج إلى قيادة مسؤولة عقلانية. هذه الانطلاقة وخطوة أولى نحو بناء الجانب التنظيمي لحركة الإصلاح والتغيير لخوض الانتخابات عام 2023. نحن نرى بالحركة الإصلاح والتغيير كجزء من الحلبة السياسية، ونحن أيضا جزء من الحراك السياسي في هذا البلد. تأتي هذه الانطلاقة في ظل الإعلان عن تشكيل قوائم عائلية إضافية في المدينة للشروع في مفاوضات على حصة كل منها في الإدارة والوظائف.
على خلفية المشاكل الخانقة في المدينة وعلى رأسها أزمة السكن والنفايات وسوء البنية التحتية. أعلننا عن انطلاق الحملة الانتخابية، الانتخابات ستجرى في رهط إن شاء الله في 29 أكتوبر 23. مهم جدا تنظيم، احنا خضنا في معركة أو خلينا نسميها منافسة داخلية شرسة، ولحد اليوم في عندنا بعض الأصوات اللي قد تكون محتجة على نتيجة البرايمرز أو الانتخابات الداخلية. الانطلاقة الانتخابية ونتمنى إن شاء الله إن المنشقين أيضا كمان من في حركة الصلاح والتغيير الرجوع إلى البيت. فاحنا الرؤية تبعتنا إن شاء الله في البلد ككل إن الائتلاف تبعنا يكون طبعا مع كل الأحزاب. احنا مقبلين على انتخابات إن شاء الله بتكون انتخابات كبيرة في هذا البلد. الحلو في أهل رهط سكان رهط ككل إنهم دائما الانتخابات كانت بتمر بسلام، القيادات الموجودة قيادات مسؤولة، وأهل رهط كلهم كانوا دائما على تواصل اجتماعي مع بعض. يعني فاليوم لما تجي على أي عرس أو أي مناسبة فأهل رهط بتلاقيهم كلهم من جميع العائلات موجودين. فهذه الانتخابات راح تكون يوم، واحنا أهل بلد دائما راح نكون مع بعض. مدينة رهط في النقب هي أكبر مدينة عربية في البلاد، ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع أكثر من 43 ألف مصوت، وبالتالي المعركة القادمة على إدارة البلدية ستكون مليئة بالتكتلات ومحاولة التأثير أيضا من قبل الأحزاب القطرية. والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نستعرض تفاصيل جريمة الطيب المروعة، حيث استيقظنا اليوم على جريمة قتل قاسية جدا هزت أركان المجتمع العربي. قتلت فجر اليوم براءة جابر مصاروي البالغة من العمر 26 عاما، هي وطفليها أمير ابن العامين وآدم ابن 6 شهور، جراء تعرضهم للطعن داخل المنزل في مدينة الطيبة. الشرطة أعلنت أنها اعتقلت زوج الضحية البالغ من العمر 30 عاما للاشتباه به بقيامه بقتل زوجته وطفليه وفق ما ورد في بيانها. المسعف محمد عراقي الذي وصل إلى موقع الجريمة تحدث عن مسرح الجريمة والمشهد الصعب داخل منزل الضحايا الذين طعنوا بإصابات حرجة لم تمهلهم كثيرا من الوقت. وصلنا على المكان، كانت الشرطة متواجدة، وصلونا على البيت اللي صار فيه الحدث. شفنا هناك حادث مؤسف جدا، وجدنا امرأة حوالي 26 سنة مع طفلين في عمر 2 و6 أشهر، طفل عمر 2 وطفل عمر 6 أشهر، اللي بعد ما فحصناهم كانوا يعانوا من إصابات حادة، وما كان إشي نعمله إلا إنه يعلن وفاتهم في المكان. الثلاث كانوا متوفين عنهم. نعم. الثلاث كانوا قد فارقوا الحياة ولم يكن لنا إلا أن نعلن وفاتهم في المكان. شو نوعية الإصابات كانت؟ إصابات حادة، إصابات لم تمهلهم كثيرا يعني للأسف. والد المرحومة براء ضحية جريمة الطيبي تحدث عن المرحومة ساعات بعد وقوع الجريمة. يعني بدي أقول حماتها وعمها يعني طيرانين فيها، نشوف هم مبسوطين منها. يعني مرات بنعمل أشياء، هي أنا شايف بنتي بتعمل حساب عمها وعمتها بيعمل حسابه، وأنا من الناس كثير بسمع إنها رافعة راسي ورافعة روسه، نشوف هم مبسوطين فيها. هاي حقيقة، هاي كل اللي عندي كله. هاي البنت دائما بصيد فيها، وهي وجوزها أخرى مش بس هي لحالها، وأولادها 2 بكل زي الورد أخرى. شو كانت تتعلم هي؟ كانت تتعلم فيما نتعلم؟ علمة إنجليزي. الصحفي مصطفى وليد زعبي نشر مقطع من حوار أجراه مع محمود مصاروي شقيق المرحومة براءة ضحية هذه الجريمة البشعة وخال طفليها، الذي قال أن زوجها المشتبه بقتلها وطفليها احتفل بيوم ميلادها يوم الجمعة الأخير، وأنهم لم يعرفوا عن وقوع أي خلافات زوجية. صلوا دايب كل يابا عمتي قتلوها، قتلها محمد وقتل أولادها،
يعني انا وقفت مش عارف شو بدي اعمل لما قال لي هيك. تشعنا هناك عند محل الجريمه ببيتهم بوليس وامبرنصات منعوني افوت. ويوم الخميس بكى عيد ميلادها 29/4 الجمعه ببكى 29/4 طلعوا من ايلات راحوا عطبريه كمان ليله ناموا هناك ليله احتفل الجمعه بعيد ميلادها وروحوا روحوا وضعوا زي ما انتم سمعتوا احنا سمعنا. ما كانش اي خلافات. اختي صار لها 7-8 سنين متجوزه والحمد لله رفع راسنا اختي. احنا 6 اخوه لو انه في 1% شك انها مش عايشه مزبوط لفخوت بتيجي بتخرف واحد من اخوتي. بدناش تخرف ابوها بدناش تخرف امها بتخرف واحد من اخوتي بتخرف اختها. بحياتنا ما اجت اختي شكتنا عنه بحياتها. كلمه اخيره بقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله يرحمهم واللهم اجعلهم من أهل الجنة يا الله. في التفاعلات كتبت ريهام عيسى: ألم يحن الأوان بأن يكون جلب الأطفال إلى هذه الدنيا مقرون باختبارات نفسية وأخلاقية؟ أي ظلم هذا؟ بأي ذنب قتلوا؟ إنك تنقتل على يد إنسان كنت مفكر إنه أمانك أبشع جريمة ممكن نسمعها. سندس صالح أيضا نشرت عبر فيسبوك وكتبت: جريمة تقشعر لها الأبدان، كارثة بكل ما تحويه الكلمة من معنى. كم امرأة في ضائقة في بيتها لا تعلم بها مؤسسة ومكاتب الرفاه الاجتماعي وعائلتها، كم رجل عنيف يتم التستر عليه من قبل عائلته، وكم طفل ضحية لكل هذه الكارثة. هذا هو الورم الخبيث الأخطر. رحمة الله على براء مصاروي وطفليها. أيضا مروة مجادلي كتبت عبر فيسبوك: لا البيوت أمان ولا براها أمان، وين تروح الوحدي؟ ما حدا يحكي لي البيوت أسرار، لما الأسرار بدها تقتل أصحابها الأفضل تنفضح الأسرار ويضلوا أصحابها بخير. بكفي خوف من السيرة والسمعة، بكفي هبل العيب والممنوع وشو بدهم يقولوا. مش غلط تشكي سرك وتحكي وجعك لمين يساعدك، واللي بسكتك وبيخبي لو من أقرب الناس عليك فهو اللي بيساعد بقتلك. ختاما وعن ذات القضية، الصحفي محمد أبو العزم حميد تحدث اليوم عبر صفحته في إنستغرام عن الجريمة في فيديو مصور موجها رسالة على طريقته الخاصة، لنتابع. في الماضي غير البعيد كنا نسمع عن جريمة يقتل فيها أفراد عائلة في أقصى بقاع الأرض، في الهند مثلا أو في ولاية أمريكية نائية، يجعلنا النبأ مرتجفين خائفين نسأل بعضنا: أرأيتم ذاك الهندي المجنون؟ أو أسمعتم قصة ذاك الأمريكي الحقير؟ فنردد: الحمد لله الذي عافانا. كنا ساذجين، لم نكن نعلم أن حي المجنون وبلدة الحقير ستقول يوما قريبا: الحمد لله الذي لم يخلقنا في تلك البقعة، بقعتنا. لا تتهموني بالمبالغة، فقط انظروا إلى أعين أمير وآدم، حدقوا بها جيدا، وضعوا أنفسكم برهة على سريرهما الأخير، أو لربما في مكان براءة التي لم تسعف نظراتها إلى القاتل في عينيه، من ألا تصبح أما ثاكلا ومرحومة خلال لحظات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمة لبراءة مصاروي وطفليها أمير وآدم. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. دمتم بكل الخير والأمان. إلى اللقاء.